مسجدات ديال الطفل ريان. اخر مسجدات اللي كاينه هي انه دابا حنا في 70 سنتيمتر الاخيره الى حدود 80 سنتيمتر الاخيره. هاد 80 سنتيمتر الاخيره جد 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 حساسه في الخدمه ديالها. علاش؟ لان هي اخر ما كاين. كنخافوا اللي يعود هذاك الفطر ديال الثقب المائي جد ضيق، الضربه الاخيره اللي كان صحه طيرت شي حضره تما كاين غتزيد ديك البوعه. اذا كنخدموا الوقايه المدنيه مختصين هذا المجال ديالهم غادي يخدموا بشويه 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 باش ما تطيح حتى شي حجره صغيره تما في البوعه. دابا ما بين 70 سنتيمتر اللي باقى ان فوا غادي يوصلوا للطفل الريان، راه اول واحد غادي ياخذ المعلومه هما نتوما. انا غنكون هنا وغادي ندوز ديال الميساج وغادي نقول لكم نتوما سير فلوس نتوما الاولين. ما غير ذلك راه هو مجرد اشاعات. وكنشكركم دائما على التعاون ديالكم الكبير والكبير الكبير ونقل الحقيقه ديالكم. لا سمعنا الخمسه، انا قلت لكم الاخ انا قلت لكم ما غير ذلك فهو كاذب. انا كنتكلم معكم كمسؤول. الوالدين ديال الطفل، انا كنقول لكم ما دون هذا الشيء اللي قلت لكم دابا هو كذب في كذب. يعني دوزام دخلنا لداخل وكذبت. انا كنقول لكم دابا الحقيقه ديال 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 الاشياء هو انه الطفل باقي ما وصلناش ليه. كيفاش شافوه؟ لا سمعنا حنايا في الاخبار باقي 70 ها كاينه 70 سنتيمتر ان شاء الله مني غادي يوصلوا. السبب ديال الاقصاء الجرائد الالكترونيه هو ما كاين حتى اقصاء. ما كاين حتى شوف ما كاين حتى اقصاء ديال الجرائد. ما كاين اللي في الاسفل. ما كاين حتى اقصاء. ما كاين حتى اقصاء. الله يجزيك بخير. ما كاين حتى اقصاء. انتم في عين المكان باش تقول الحقيقه صحيحه. كاين عدد كبير منكم عدد ديال الطفل كاين سؤال 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 تفضل. كاين عدد كبير من مواقع الجرائد المحترم، يعني مع كامل احترام المهمة ديالها والدور ديالها النبيل هو كتنقل ميساج للشعب المغربي اللي بعيد. ما يمكنش هاد العدد الكبير كله غتهودوا تما كاين. راه انتم الغالبية ديالكم امن بها وعارفها. معنا ماشي صحفيين. عبلت عبلت عبلت. يهودوها تما كاين لأنه غادي تحبس لي طرافو بزاف، كتهود أمبيلونس مرة مرة، كتهود أونجا مخافة لسلامتكم وباش تيسروا الأمور لعمال الإنقاذ باش تكون الأمور كلها كتطلب واحد شوية تعاون منكم ومنا إن شاء الله تنوصل المراد ان شاء الله كاملين. هذا السؤال بخصوص السلامه الصحيه ديال كيف ما المعلومات اللي كانت عندكم في الاول هي اللي باقا. الرجاء في الله كبير كبير وهذه هي اللحظه اللي كنقول لكم جميع اكون في الضرع بين العز والوجل. البارح بعض الصحابه تعرضوا للمضايقات من بعد السلطات المحليه ورجال القوات المساعده. حاولنا ما كتقربنا من المدينه. غادي نقربك وغادي نقنعك يا اخي الكريم. راك انت في عين المكان وبالاضافه الى الزملاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.